الزيت الشعب ما يقف بحرية تنوبة كان ومعين الصحراء والزمار قبل كل مجد زين الصحراء والزمار قبل كل مجد وار كان الأصبان خاطئ غبار إن شاء الله الله هو النصر بإذن الله تعالى. أخيرت بيك وحمدات الجيش الشعبي ما يقدر حد شكرك يكون حد ما يقدر حد شكرك يكون حد لا حكم ذات واكما تقصد كل الشعار دون وكون العاد مصد الشعار لشارة شو لشارة لشارة حق دلا عزيز صنع حدمار شعر الإشارة حق بعديك الصح والأمارة وحصلونك لا عندك سات أول شرارة عيد التحرير الدون قريب عيد وعلى شدارة للدين والتشيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين الكرام مرحبا بكم وسهلا مرحبا 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 بكم أينما كنتم في المناطق المحتلة في مخيمات العزة والكرامة وفي المهجر. يعني ارتئينا أن نقوم بوضع بث بمشاركتكم بعض المعلومات في بث مباشر هذا المساء إن شاء الله بحول الله من عند يعني منذ يومين أو ثلاث تقريبا تم قصف ضواحي مدينة سمارة المحتلة، حيث لاحظتم بعض الأخبار وشاهدتموها في حسابي الخاص وفي بعض المواقع الأخرى التابعة لجبهة شعبية تحرير الساقية الحمراء وادي الذهب. وتلك يعني العمليات أو الأقصاف المركزة والعنيفة ناتجة عن تضحيات مقاتلين جيش تحرير الشعب الصحراوي، نصرهم الله وأيدهم وسدد رميهم ووفقهم وحفظهم من كل سوء إن شاء الله. بهذه المناسبة يعني بعد يومين بعد ذلك يعني قوات الاحتلال قامت بسحب العتاد الذي تعرض إلى القصف بسحبه وقامت بنقله عن طريق يعني شاحنات مدنية حتى لا تلفت الانتباه ويعني يتم طمس أو يعني إخفاء كل الآليات التي تعرضت لقصف من طرف مقاتلين جيش تحرير الشعب الصحراء. ولكن نحن بفضل يعني مصادرنا الأوفياء والمخلصين والوطنيين من داخل المناطق المحتلة الذين هم يواكبون كل كبيرة وصغيرة
يواصلون دائما، جزاهم الله خيرا عنا ووفقهم وحفظهم من كل شر بالمعلومات الحصرية والأولية. بعد ذلك كما ذكرنا يعني حاول الاحتلال تفنيد الخوار وقال بأن شاحنات مدنية ولا يمكنها نقل كذا وكذا، وقمنا بعد ذلك بنشر فيديو لشاحنة مدنية وهي تحمل شاحنة يعني من نوع جيمسي على ما أعتقد أو شيء من هذا القبيل، وهي شاحنة عسكرية ووراءها أيضا شاحنة من نوع هامر يعني تم سحبها من الميدان نتيجة لقصف مقاتلين جيش التحرير الشعبي الصحراوي. الآن يعني منذ يومين لفت انتباهنا بعض المعطيات التي هي حصرية وسنشاركها معكم بإذن الله في هذا البث. المعلومات الحصرية التي توصلنا بها أن الاحتلال منذ يومين يقوم بنقل العتاد العسكري من منطقة ألف إلى منطقة باء، ولا داعي لذكر المنطقة ولكن نحن نعرف أين هي وأين متواجدة وأين مبيتها الآن، حتى إحداثياتها نعرف أين متواجدة. كل ما في الأمر أن الاحتلال نشرنا تدوينة منذ قليل أنه يحضر لشيء ما، لا نعرف، البعض يقول أنها مناورات والآخر يقول، ولكن الاحتلال معروف على أنه لما يقوم بمناورات يحاول أن يقوم بمناورات في مكان بعيد يعني في العمق في المناطق المحتلة بعيدة عن الجدار بحوالي 100 كيلومتر 60 80 120 تقريبا في حدود هذا القيس. ولكن ما لفت انتباهنا أن منذ يومين قوات الاحتلال قامت بجلب عتاد مغربي ثقيل من دبابات وراجمات صواريخ وكاسحات إلى مناطق شبه التماس مع جدار الذل والعار. نحن لسنا بخبراء ولسنا بعسكريين، يعني لسنا بخبراء عسكريين ولسنا بمحللين عسكريين، ولكن نحن بدورنا تصلنا المعلومة كصحفيين ونقوم بنشر المعلومة وتوصيلها وإيصالها للرأي العام أو المهتمين والمناضلين في جبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء وادي الذهب. انتظروا بعض الفيديوهات التي سأشارككم بها. انتظر بعض. هذا الفيديو اللي تلاحظون الآن، يعني القوات لو تلاحظون في هذه النقطة بالذات هذه شاحنة محملة بالصواريخ والآخر ومن وراء يعني محاذية للمنطقة هنا عتاد عسكري يزحف إلى النقطة كما تلاحظون هنا في الشريط كما تلاحظون، وقوات كبيرة جدا وحاول الاحتلال يعني سلك الطرق يعني الغير معبدة، وبذلك يكون قد اتجه إلى نقطة ونحن نعلم أين اتجه وأين بالضبط. هذا الفيديو الأول. الفيديو الآخر سنحاول أيضا نشارككم في الفيديو الآخر. ننتظر. هنا في هذا الفيديو سنحاول أن نقوم ب وبإذن الله سنحاول نشر الفيديوهات على الصفحة. لو تلاحظون لاحظوا يعني الغبار الذي في الطريق الغير معبد، تلاحظوا القوات تزحف إلى نقطة قريبة من الجدار، انتقلت من يعني جميع تقريبا القوات العتاد الثقيل المتواجد بعدة نقاط، نعرف يعني أنه تم نقله إلى مناطق نقطة محددة وسنحدد أين بالضبط وسنتحفظ على ذكر النقاط، ولكن الاحتلال يحضر لشيء ما، الله أعلم ما هو. هذا اللي بغيت يعني نشارككم فيه. شوف فيديو آخر يعني. وشكرا مولي، نوجه تحية للمناضلين الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب اللي هما يرصدوا كل كبيرة وصغيرة في تحركات العدو. هذا الفيديو الآخر. هذه الشاحنة على ما أعتقد شاحنة، انتظر هذه الشاحنة
لو تلاحظون هذه الشاحنة أيضا هما على ثلاث محاور، المحور الأول قريب من التصوير، وهناك محورين الآخر في الوسط، والثالث وراء يعني الجبل، يعني محاذي للجبل، نقولوا احنا القلب ولا الكدية ولا السلسول. ذلك يعني هو تحركات متواجدة واتجهت إلى نقاط وتم تجمعها، يعني عتاد كبير وقوات يعني تزحف. يعني لا نعلم أين يعني ما هو ما هي نوايا الاحتلال، ولكن القرار يعني لما تقوم بالتحليل العسكري، ونحن لسنا بمحللين، أو تقوم بجمع بعض النقاط أو بعض المعطيات، ستلاحظ أن هناك نقاط مشتركة من خلال زيارة الوفد الأمريكي الضغط على الدولة المغربية، زيارة ديمستورا للمناطق المحتلة، وكما تلاحظون يعني لنصح القول يعني التنوع ولا القصف النوعي الذي أصبح عنده مدى أبعد من سابقه، وبالتالي الاحتلال يعني حس أنه نضرب في الصميم ولا بد من ردة فعل. هذا كل ما في الموضوع، وتحية لكم وتحية المقاتلين جيش التحرير الشعبي الصحراوي. وفي الأخير مولي متابعينا الكرام، لا تنساوا دائما تدعمونا بالمشاركات وباللايكات وحتى يعني التسجيل في الصفحة، يعني كل ما يكون صفحة عندها تفاعلات أكثر، وكل ما يكون عندها رشيد خاصنا استعراض عسكري كيف استعراض الحوثيين ذاك أو ذاك، لا قولوا لجماعة الدفاع واللي حكيكم مبين وجماعته هو أخبره ذاك. بالتالي يعني كل ما كان الصفحة عندها متابعين أكثر وتفاعل أكثر، تكون عندها حصانة من الاختراق ومن التبليغ والإقفال. وأتمنى لكم يوم سعيد ومرحبا بكم وسهلا.